دهشان الى فيفيان، طويله من فيفيان اقرب لعمر قنديل، الابعاد بالراس تعود الى اباء، ولكن عوده ل الان فرصه لفريق الاهلي، فرصه والهدف الاول، الهدف الاول لمصعد فريق النادي الاهلي، ايضا باخطاء ومباراه الاخطاء، خطا دفاعي كبير من فريق سحاب يستثمر اباء، يمرر الكره الى بشير سيدي ويقلص الفارق في حوالي الدقيقه 16. نشاهد مره ثانيه الهدف الاهلاوي الوحيد، نشاهد الخطا الدفاع الكبير واباء يمرر الكره على طبق من ذهب، وهدف التقليص لفريق النادي الاهلي، خطا بتشتيت الكره في اللقطه الماضيه من ورد البري، ورد البري يعطي الامل من جديد لفريق النادي الاهلي بخطا في تشتيت الكره، وينجح اللاعب بشير سيدي بتسجيل هدف تقليص الفارق، هدفين لهدف. المباراه اعتقد الان ستاخذ منحنى اخر،